بجاية لؤلؤة الجزائر، أول محطة انطلاق لفعاليات التظاهرة السياحية من تنظيم الديوان الوطني للسياحة وبالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية لولاية بجاية، وهذا بمناسبة تنشيط موسم الاصطياف 2023، أين حرص الديوان الوطني للسياحة على تصدير برنامج ثري ومكثف من 30 ماي إلى 2 من جوان، هدفه الترويج للسياحة الداخلية وأهميتها على المستوى الوطني والدولي، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية وإبراز المنتوجات التقليدية اليدوية التي تعكس الهوية الجزائرية. كل هذا تحت تغطية إعلامية من مؤسسات إعلامية مختلفة. متواجدين اليوم لتحضير لموسم الاصطياف 2023، قمنا بتنظيم هذه التظاهرة بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية لولاية بجاية. البرنامج فيه معرض لبعض الوكالات السياحية والصناعة التقليدية، بعض الناشطين في مجال الصناعة التقليدية. راح يكون ندوة صحفية في هذه الأمسية، ثم راح ننطلق في برنامج رحلة سياحية الاستكشافية اللي راح تكون لفائدة الصحافة لاستكشاف أهم المناطق السياحية المتواجدة بالولاية. التظاهرة افتتحت في اليوم الأول بتدشين معرض للصناعة التقليدية بدار غرفة الصناعة التقليدية، وهذا لغرض التحدث مع الحرفيين وإعطائهم فرصة لإظهار مواهبهم ومناقشة انشغالاتهم والصعوبات التي يواجهونها في التسويق لمنتجاتهم. أشكر أولاً الديوان الوطني للسياحة والأساتذة المحاضرين اللي قدموا اللي اختاروا بجاية، كان نموذج يعني كانت افتتاح بالنسبة، كان نموذج أول بالنسبة يعني لإبراز دور المنتج الصناعة التقليدية في التنشيط السياحي، واللي حاولنا من خلاله يعني إقامة معرض للصناعة التقليدية اللي برزنا من خلاله أهم المنتجات الصناعة التقليدية التي تزخر بها مختلف ربوع الولاية بجاية اللي هي ولاية يعني ولاية ساحلية بامتياز. بالطبع يعني بالفعل هناك عدة إشكاليات طرحت خلال هذا النقاش، خلال يعني هذا اليوم اللي كان نقاش ثري جدا، واللي سررنا بمستوى هذا النقاش اللي كان من طرف الحرفيين ورؤساء الجمعيات المتدخلين خلال هذا اللقاء، وكذلك من يعني مستوى الندوات التي قدمها الأساتذة المحاضرين في هذا اللقاء، والذين استطيع ان اقول انهم وضعوا يدهم على الجرح، واللي اهم شيء يعني من اهم المشاكل التي تعاني منها من الصناعة التقليدية هنا في ولاية بجاية ربما على باقي غرار ربوع الوطن الجزائري، تبدا اولا بالنسبة لتكوين الفرد، سواء بالنسبة لنتحدث عن تقوية الفعل، تقوية الفكر المقاولاتي. المعرض شهد تنوعاً في المنتوجات التقليدية المحلية، حيث حرص كل حرفي على عرض أهم وأجمل ما صنعت أنامله من خلال المنتوجات المتنوعة، من ألبسة تقليدية حلي وصناعة الفخار، إلى جانب المنتوجات التجميلية والغذائية كالزيوت الطبيعية، العسل الأصلي والأجبان. الحرفيين عبروا عن مدى سعادتهم بمشاركتهم في مثل هذه التظاهرات، واعتبروها فرصة سانحة لإبراز مواهبهم. أنا حرفية جنفيسي حورية، حرفية خياطة تقليدية، نخيط العرب كابي. بصح الحاجة اللي نحبها بزاف العرب كابي، الجبة تاع قبائل أصلية أصلية ما عندهاش يعني
الأصلية تاع قبيل ما عندهاش يعني وين جابوها وين سيز اوريجين سي لا كابيدي. وبكري اكزاكتومون بكري كان يديروها باليد لا روب كابي يديروها باليد يطرزوها باليد وخيطوها باليد. ما كانش هكذا الماشينات ما كانش كي دخلوا لي تورك نصارى ايتو سامي ليوري لا روب كابي دخلوا لي غالو ماشينات تخيطوا بالماشينات دخلوا لي غالو هي لو شوا ثانية. والواحد كيفاش يحب يدير الجبه تاعو نديروا الشوا تاع الناس باش مليحه باش يعرفوا الناس واش نديروا باش تبان سلعتنا يشوفوها الناس يشوفوا لي زيدي حاجه مليحه. واللي يعني وضحنا يعني الأساتذة قدموا صورة واضحة عن كيفية المشاركة حتى تكون مشاركة فعالة في هذه التظاهرات وليس مشاركة سورية فقط. أيضا بالنسبة للفرص المتاحة أمام الفضاء الأزرق اللي هو يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت فضاء يعني لا يستهان به في عملية التسويق واللي التسويق الإلكتروني ربما عالميا راه يشهد يعني تصاعد كبير. وهنا في الجزائر يعني بدات فيه محاولات كان فيه مرافقات كان فيه تكوين كان فيه تكوينات خاصه موجهه للحرفيين في مشروع اللي قامت به الوزاره مولت به عده ولايات لها 14 ولايه من اجل انشاء متاجر الكترونيه لتسويق منتجات الصناعه التقليديه. الحدث احتضن ندوة علمية من تنشيط أساتذة جامعيين مختصين وفاعلين في القطاع السياحي من أجل تسليط الضوء على دور وأهمية الصناعة التقليدية في تعزيز دور قطاع السياحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرين إلى العلاقة الموجودة بين الصناعة التقليدية وقطاع السياحة بشكل عام والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز برنامج النمو الاقتصادي المعتمد عليه من طرف الحكومة الجزائرية. في إطار التظاهرة السياحية الأولى المنظمة بولاية بجاية في إطار تنشيط موسم الاصطياف تم على هامش هذه التظاهرة تنظيم ندوة علمية تحت عنوان دور المنتج التقليدي في تنشيط السياحة بولاية بجاية نموذج. طبعا أردنا من خلال هذه الندوة إبراز دور المنتج السياحي كعامل مهم جدا في الجذب السياحي، كعامل مهم جدا في ترقية السياحة، كعامل مهم جدا في التنشيط السياحي لا سيما ونحن على موسم الاصطياف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولاية بجاية غنية بأنواع العديدة من المنتجات التقليدية. من خلال هذه الندوة إبرازها كذلك أردنا إعطاء دور الديوان والهيئات المرافقة لها في عملية الترويج للمنتج التقليدي. وتزامناً مع الفاتح من جوان والذي يصادف عيد الطفولة اغتنم الديوان الوطني للسياحة الفرصة لتنظيم برنامج ترفيهي للأطفال يشمل نشاطات تعليمية ورشات يدوية هادفة بمشاركة أولياء الأطفال معلمين وكذلك المسؤولين. البرنامج أو اليوم برنامج اليوم الثاني سيكون مخصص أيضا، هناك جناح مخصص للطفولة بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان. ستكون أيضا هناك التفاتة للأطفال بحكم أن الأطفال يشكلون اليوم النواة أو الخلية الأساسية. إذا أردنا أن نبرز أو نرسخ ما يسمى بالثقافة السياحية يجب الاهتمام بالنشء اليوم. لذلك الديوان الوطني للسياحة ركز على إدراج الأطفال في عملية في هذا البرنامج لأنه الطفل اليوم هو طفل الغد، لذلك يجب التركيز عليه في خلق وفي ترسيخ ما يسمى بالثقافة السياحية. وفقاً لبرنامج التظاهرة نظم الديوان الوطني للسياحة رحلة استكشافية خاصة بالأسرة الإعلامية لزيارة أهم المعالم التي تزخر بها ولاية بجاية.
أيضا النقطة الثانية التي تدرج ضمن برنامج اليوم الثاني للتظاهرة ستكون عبارة عن خرجة إعلامية، ولأن الإعلام هو شريك مهم جدا في عملية الترويج، وهو شريك للديوان الوطني للصحة، يرافق يعني الديوان الوطني في كل الخرجات التي ينظمها الديوان بهدف التعريف بالمخزون والمقومات السياحية باختلاف أنواعها في الجزائر. بداية من كاب كاربون التي تعد من أهم الوجهات السياحية في الولاية، والتي تستقطب عدد كبير من الزوار من داخل الوطن وخارجه، وهذا نظراً لجمالها وسحر تضاريسها. شلالات كافريدا في منطقة درجينا، أين يمتزج هدوء الطبيعة مع خرير المياه. قطب سياحي بامتياز ومكنون سياحي باهر بمميزات متنوعة، مما جعله يلقى اهتمام المعجبين بخبايا الطبيعة وما تبطنه من كنوز. وإضافة إلى كل هذه المكاسب الطبيعية التي يزخر بها الشلال، فإن شباب المنطقة اغتنموا هذه الفرصة للاستثمار في هذا المكان وإعانة أنفسهم بشتى الطرق، مما يزيد الموقع قيمة مضافة في الترويج للسياحة الداخلية بالجزائر. لم تتوقف الرحلة هنا فقط، بل وصل الفريق الإعلامي رحلته مع الديوان الوطني للسياحة للتجول في شوارع لؤلؤة الجزائر والاستمتاع قدر المستطاع من اللوحات الفنية الممزوجة بزرقة مياه البحر واخضرار الطبيعة. لتختتم التظاهرة بسهرة موسيقية أندلسية وشعبية على شرف الإعلاميين الحاضرين.